ماشي. تقدروا تخلوا جلابين عندكم، لأنه بكل هالعالم أنا ما في عندي حدا أغلى من حبيبي ساجهر. أعملي اللي بدك يا عنجد. سمحتي لنا نخليه. على مهلك حبيبي. شكرا ستي. أنت بس تحس أنه ما بدي شيء. أنا بحبك كتير. حياتي كلها ما قيمة إذا ما أنت كنت مبسوط. أنت عندي أغلى من الدنيا كلها، وما بقدر شوفك تعبان يا روحي. إذا صار شيء مو منيح عليك مستحيل أقدر أعيش. سمعتني؟ هلأ خليك قاعد ومرتاح، وبس تقوم بالسلامة منبقى نعمل كل شي بدك يا. تسطح. ليكي جانجا، تذكري كلبك هاد يلي كان اسمه ما بيهمني اسمه كتير، ما لازم يفوت على غرفتي أو على المطبخ، وإلا رح عاقبك لإلك أنتي. فهمانة شو عم قول؟ صحيح جانجا، قلي لي وينو جلابين هلأ؟ ليكو معي، حابب تشوفه؟ ايه بعدي شو بدك تخليه يقعد بالتخت كمان؟ ستي هو قاعد على تختي، ما له قاعد لا بغرفتك ولا بالمطبخ. معقولة يطلع لي معاك؟ ساجهر شرب كاسة الحليب. لا ماما ما بدي. شربها مشان الطيب. ماما مو جاي عبالي اشربها. مبسوط؟ أختي؟ شو هذا اللي عم شوفه؟ شو الأولاد رجعوا الكلب على البيت؟ مو هنن أختي، أنا يلي سمحت لهم يخلوه بالبيت. أي شي بيحبه حفيدي فأنا رح حبه كمان. مستعدة أعمل أي شي يخليه لساجار مبسوط ومرتاح. حبيبي ساجار. كنت بتمنى لو انك عملتي هالشي من قبل يا مرت عمي، بس انتي دائما هيك لما ينأذى حدا وقتها بتتراجعي عن كلامك. المشاكل بلشت ببيتها لأختي، وما رح خلي هالمشاكل تخلص قبل ما أعمل اللي ببالي. رح خلي المشاكل جوات العيلة تزيد أكتر وأكتر، وأنا رح استغل هذا الشيء. أستاذ نيرجا، ستنا، تعوا شوفوا شو صار لساجار. سبق وحذرتكم لما شفتوا المرة الماضية، قلتلكم إنه لازم تنتبهوا عليه وما تخلوه يبرد، ممكن حالته المرضية تسوء أكتر. شو كنت رح أعمل لو ساجار صار له شيء؟ شبك بنتي؟ خير؟ شو صاير معك؟ اهدي على مهلك، خليني أخذك على غرفتك. شو صاير معك؟ ولا شي خالتي، بس دختي شوي، لا تخافي علي. ما فهمت عليك، كيف يعني دختي؟ لا تكوني مخبصة بالأكل. امشي لشوف، يلا خليني أخذك لعند الدكتور. لا لا شو؟ خالتي أنا منيحة، وعلى كل حال أنا لسه عندي شغل كتير، خليني خلصه بروح لعند الدكتور بعدين. مو على كيفك، رح أخذك لعند الدكتور فوراً. لازم تهتمي بصحتك منيح لكان مشان تحافظي على نشاطك وكمان قوتك. لازم ما تهملي حالك أبداً، أنت عم تديري بالك على كل الموجودين بهذا البيت صح؟ إذا مرضتي وقعدتي لك يومين بالتخت شو رح يصير بعائلتك وقتها؟ مين رح يشتغل شغل البيت؟ ما في حدا بيقدر يتحمل هالمسؤولية، ووقتها رح ينقلب البيت فوقاني تحتاني. مزبوط حكي؟ اعملي مثل ما عم قلك، روحي هلأ جهزي حالك لنروح لعند الدكتور لنشوف شو صاير معك. خليها لبعدين، هلأ في عندي شغل كتير. بنتي شو بدك بالشغل؟ صحتك أهم. طيب رح ساعدك بالشغل، أنت موافقة؟ إيه؟ يلا تعي تعي نقعد هون. يلا تعي حبيبتي تعي. بعد ما نخلص شغل منروح على الدكتور، اتفقنا؟ ها؟ ستنا شو ساوي على الغداء؟ أعصابي
قصدي اعملي شوربة مشان حفيدي سجار، الدكتور هيك قالنا. عشغلك. شو صار لهي كمان؟ يصطفلوا، أنا شو دخلني؟ الدكتور وصف له كتير أكلات صحية لساجار لأنها بتفيد صحته، وأنا هلأ لازم جيب له ياهن لطعمي منهم مشان هو يتحسن بسرعة. شو رأيك نفوت على هذا المحل؟ على مهلك بنتي، لوين رايحة انتبهي؟ جانجا بنتي؟ لمين هالبسكليت؟ إلك شي؟ ايه هي لإلي خالة سودها، إذا بدك بعطيك إياها دورة. لا بنتي ما بدي، أصلاً أنا بخاف من البسكليت كتير. خالتي بتحبي تاخدي دورة؟ لا شكراً بنتي، أنا كبرت على هالقصص هاي، خلص اركبي يا أنتي. بدي أسألك، أنتي طالعة على البيت بنتي؟ خدي هاي لكن أعطيها لستك وقلي لها أنه هاي مني أنا. كيف أنا بدي أعطيها إياها؟ هاي حلويات وستي ما رح تقدر تاكل منها، انت بتعرفي هذا الشي خالتي. مزبوط بعرف هالشي جانجا، الأرامل ما بيقدروا ياكلوا حلو حسب العادات والتقاليد اللي عنا، ونحن المفروض نلتزم بهذا الشي وما نخالفه، بس إذا كانت قطعة الحلو مثل اللي عطيتك إياها هلأ ما في مشكلة بهذا الشي أبداً، مشان هيك حتى لو ستك أكلت هالقطعة فالموضوع عادي. فهمتي علي يا بنتي؟ عن جد؟ حبيبتي شو رح نستفيد إذا كنا عم نكذب عليكي؟ انتي بتعرفي إنه نحنا مقيدين بالعادات والتقاليد، ولما مناكل حلو حتى لو رز بحليب فهالشي يعتبر كبير بالنسبة إلنا. يمكن ما عم تقدري تفهمي كلامي منيح، انتي لساتك صغيرة يا بنتي، بكرة بس تكبري أكيد رح تفهمي شو قصدي. جانجا نحنا رح نمشي هلأ لأنه في عنا شغل مهم، منشوفك بعدين. يلا امشوا. يلا. خالة بشيمة أنا مالي كل هالقد صغيرة، قدرت أفهم عليك كل كلمة قلتي لي إياها، وهلأ بتشوفي شو رح أعمل. عمو اللي قدر سعر القطعة الوحدة من هاي لو سمحت، أنا مستعجلة. 25 روبية بنتي. لحظة، بس عمو ما معي غير 20 روبية، فيك تعطيني قطعتين ب20؟ يا بنتي مبين عليك من طيوبة وحبابة كمان، وإذا ما معك فيك تاخديهم بدون مصاري. لا أنا قلت لك إنه معي 20 روبية. معناته رح آخذ قطعة واحدة، ضب لي إياها بعد إذنك. تفضلي بنتي. شكرا كثير عمو. تفضل ذوق على هي الأكلة. شكرا يا بنتي. ستي إلى يومين وهي متوترة كتير، خانقت مع ستي شانتو مع خالتي كمان، أنا متأكدة بس تاكل من هذا الحلو كتير رح تنبسط.